نشوف زميلنا محمد توفيق مع البطلة المكرمة آية ميداني. مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مكملين ولقاءاتنا وتغطيتنا هنا من داخل اكسبو دبي وتكريم النادي الاهلي وتكريم الابطال من كل الدول، ويمكن التكريم بيكمل في جائزه الشيخ محمد رشيد ال مكتوم، ومعانا احد النماذج المصريه المشرفه بطلتنا ايه مدني البطله السابقه في الخماسي الحديث، ودلوقتي كمان يعني بنقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبتكرم النهارده في فئه افضل اداري عربي. يعني اعتقد حاجه مشرفه والمنظر يليق فعلا بمصر، والنهارده كنتوا خير مثال وخير ممثل لمصر. الحمد لله، انا بشكر حضرتك، وزي ما كابتن محمود الخطيب قال الجائزه تدل على اسمها يعني، فهي حاجه فخمه جدا، والحمد لله انا مبسوطه ان احنا اساسا بنمثل مصر، وبعد ما تعبت كلاعبه وبطله عالم ان انا ارجع تاني في المجال الاداري وافوز بالوسام الاستحقاق وجائزه محمد بن راشد المكتوب، دي حاجه كبيره قوي ليا. النادي الاهلي وتكريمه النهارده والاحتفاء بالنادي الاهلي بالشكل اللي انت شفتيه ده وكنت شايلات عيان، وكمان الاحتفاء بكابتن محمود الخطيب تقول عنه ايه؟ كنت فخوره جدا ان اللي كان ممثل عن كل الفائزين بالجائزه كان كابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الاهلي، فانا كنت قاعده فخوره بنفسي يعني الحمد لله. شكرا كابتن ايمن، اتمنى لك التوفيق دايما يا رب. ميرسي جدا، شكرا. ده كان لقاءنا مع بطلتنا ايه مدني اللي كرمت النهارده بفئه افضل اداري عربي، مكملين وتغطيتنا لحفل توزيع جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ابقوا معنا. شكرا جزيلا يا محمد.